خوجة معمار سنان آغا. ولد عام 1489 لعائلة مسيحية في قرية قرب مدينة قيصرية وسط آسيا الصغرى. اعتنق سنان آغا الإسلام في 23 من عمره، والتحق بالجيش العثماني فصار جندياً من الانكشارية ضمن سلاح الهندسة التي كان مولعاً بها منذ صغره. شارك سنان في حملات عسكرية عديدة في سائر أصقاع الأرض من إيطاليا والساحل الأدرياتيكي غرباً إلى وسط القارة الأوروبية إلى أذربيجان وبغداد شرقاً، وكانت رحلاته تلك عاملاً مهماً في تعرفه عن قرب على المدارس المعمارية المختلفة وتزويده بثروة من الأفكار والموارد والحلول الهندسية من عصور مختلفة. لكن سنان آغا كان مولعاً أكثر بالطراز المعماري العربي في مدن بلاد الشام وبفنون العمارة في المساجد التي بناها الأيوبيون والمماليك بالقاهرة. حرص سنان آغا على تطوير نموذج للجوامع يلائم تطور المجتمع الإسلامي، فكان في تصاميمه ينشئ مساحات واسعة مفتوحة ليسعى المسجد أكبر عدد من المصلين. تتوسطه قبة مركزية ضخمة تكون النقطة المحورية التي تحيط بها القباب الصغيرة والصحون الجانبية. أما المآذن فتكون شاهقة الطول ورفيعة في الزوايا. صارت مدينة اسطنبول في عصره تحفة زمانها بفضل جوامعها المميزة التي أشرف على تصميمها. ويعد جامع السليمانية في مدينة اسطنبول من أبرز أعماله الخالدة الشاهدة على إبداع سنان آغا وعبقريته. توفي المهندس العبقري سنان آغا عام 1588 بعد أن ترك نحو 365 أثراً معمارياً حول العالم، من بينها أكثر من 90 مسجداً و55 مدرسة عثمانية.